ثالث الإعدادي، الدرس الثالث والرابع. معرض exhibition، معرض exhibition. فضاء space، فضاء space. معدية ferry، ferry. وادي valley، valley. مريح comfortable، comfortable. مسافرين passengers، passengers. الترام ترام. أسفل below، below. قطار مترو الأنفاق مترو، مترو. خريطة المترو مترو ماب، مترو ماب. محطة مترو مترو ستيشن، مترو ستيشن. رصيف القطار platform، platform. طابق floor، floor. كهربي electric، electric. رحلة journey، journey. نقطة توقف stop، stop. لوحات paintings، paintings. أشياء objects، objects. يسافر travel، travel. جدول مواعيد timetable، timetable. كلمات متقاطعة crosswords، crosswords. يدردش chat، chat. رسالة نصية text message، text message. أعمال هندسية engineering works، engineering works. حارس guard، guard. جامعة university، university. النقل والمواصلات transport، transport. نوع type، type. يعبر cross، cross. خط سكة حديد railway، railway. طاقة energy، energy. مدينة سيدني سيدني. البيئة environment، environment. يفضل prefer، prefer. قضبان السكة الحديدية rails، rails. رئيسي central، central. شاطئ بندي، بندي. يصنع make made made، make made made. يغادر leave left left، leave left left. يوضح show showed shown، يوضح show showed shown. يصل get got got، get got got. يجلس sit sat sat، sit sat sat. يلحق catch caught caught، catch caught caught. يجد find found found، يجد find found found. collocations. يستقل القطار take the train، يأخذ اتجاه الطريق الثاني take the second road. يستغرق 4 ساعات take 4 hours. يصل للمنزل get home، يعود get back. يتبع الاتجاهات follow directions، يتبع القواعد follow the rules. synonyms and antonyms. synonyms يعني ايه؟ مترادفات، وانتونيمز متضادات، وبيساويها opposite. يغادر leave، go، move. يصل arrive، يوضح show، display، exhibit. يخبئ hide أو cover. يبدأ start، begin. ينهي end أو finish. أسفل below، under، down. فوق above. يفضل prefer، like better. يكره hate أو dislike. مألوف usual، normal. familiar، غير مألوف unusual، abnormal. الأقرب nearest، closest. الأبعد farthest. مريح comfortable، relaxing. غير مريح uncomfortable. سهل الاستخدام
easy to use. Use friendly. صعب الاستخدام. Difficult to use. سهل الاستخدام. سهل الاستخدام. User friendly. غير ملوث. Unpolluting. Good for the environment. ملوث. Polluting. الدور العلوي. Upstairs. The higher floor. الدور السفلي. Downstairs. Prefixes and suffixes. ing بتكون اسم أو صفة. الهندسة engineering. لوحات paintings. ملوث polluting. شيق interesting. ممل boring. able تكون صفة. مريح comfortable. Notes on reading and listening. Take يأخذ أو يستغرق وقت. Stop يتوقف. معناها محطة برضه. محطة أو محطة قطار أو أتوبيس. Look forward to وبيجي وراها المصدر وراء ing. يعني المصدر في ing أو اسم. ليه بقى؟ لأن تو هنا حرف جر مش تو هنا المصدرية. Look forward to معناها يتطلع إلى. فكلمة تو هنا حرف جر. Floor وفلور ايه الفرق بينهم؟ فلور ارضية او طابق. اما دي بتتنطق فلاور. دقيق. اتس زائد الصفة زائد تو زائد المصدر. دي معناها ايه بقى؟ انه من السهل ان. يعني دي حتى لو هتشوف في قواعد الترجمة احنا في الثانوي اللي هي اتس الصفة تو زائد المصدر. انه صفة او يعني ان. يعني مثلا نقول انه من الجيد ان يبقى اتس جود تو مثلا. إنه من السهل أن it's easy to إنه من المريح أن it's comfortable to. وأنت ماشي كده. أيوة. صفة سي قصدي سوري يستخدم بيجي بعدها يستخدم كفعل. يعني بيجي بعدها اسم ده وبعدين الفعل فاين جي اي ان جي تمام كده. لكن خلي بال حضرتك ممكن يجي بعدها الاسم برضه ويجي بعدها الفعل في المصدر. بس ايه الفرق اللي بينهم؟ قال لك لما يجي بعدها الفعل فاين جي بتعبر عن جزء من الحدث. يعني نقول مثلا انا كروسنج ذا ستريت وانا بنعبر الشارع كده اي سو وضعيتك محمد صلاح توكينج اون ذا تي في. هنا معناها ان انا شفت جزء من الحدث وليس الحدث كاملا. لكن لما نبقى انا لو قال فعل في المصدر وضعيتك يعني مثلا نقول اي سو محمد صلاح توك اون ذا تي في ده معناه ان انا سمحت البرنامج من اوله الى اخره. عندنا الافعال اللي هي لاف ولايك وبريفير بيجي بعدها الفعل فاين جي تمام او بيجي بعديها تو زائد المصدر. ديت صح وديت صح. خلي بال حضرتك لما يجي بعد الفعل في اي ان جي بتعبر عن عاده في البني ادم. شيء في البني ادم مؤثر فيه. يعني مثلا لما نقول اي لايك سويمنج ده معناه انا بحب السباحه. دي حاجه متاصله فيه انا بحب السباحه. لكن لما نقول اي لايك تو سويم معناها ان الجو مناسب الان للسباحه وانا عايز اعوم. لكن لاحظ برضو ان الافعال اللي فاتت ديت سواء لاف ولايك وبريفير لو سبقها الفعل وود دايما يجي بعدها تو زائد المصدر. يعني مثلا نقول وود يو لايك تو كام to the space exhibition. Platform ده رصيف بس محطة القطار. Pavement أو sidewalk ده رصيف الشارع. يستخدم مترو باستخدام مترو الأنفاق. By metro في محطة متحف العلوم. At the science museum يصل إلى المتحف. Get to the museum يغادر في الوقت. Leave at يلحق بالقطار. Catch a train يستقل للقطار. Get a train يصعد للطابق الأعلى. Go upstairs أفضل طريقة لي. The best way to plus المصدر ينظر من خلال النافذة. Look out of the window تمام. مدن مزدحمة. Busy cities يتجول حول المدينة. Travel around the city أفضل للبيئة. Better for the environment يجلس في أعلى. Sit at the top مفيد أو جيد لي. Good for إنها أكثر من متعة. It's more fun عبر المياه. Across water كل أجزاء المدينة. All parts of the city إنها طريقة رائعة للسفر. It's a great way to travel على المياه. On the water ما يميز أو ما المميز حوله. What's special about تمام. نخش بقى على الريدنج on lesson 3 since book page 6 ها. خالد هاي فوزي would you like to come to the space exhibition tomorrow يعني هل تحب ان تاتي الى معرض الفضاء غدا.
My dad is taking me. داتي سيأخذني. هنا لاحظ بقى ان taking me دي is taking me دي زي ما الجملة هنا مضارع مستمر، وهنا المضارع المستمر بيعبر عن فعل سيحدث في المستقبل تم الإعداد والترتيب له. فوزي قال له Yes please, what time does it start? نعم من فضلك متى سيبدأ؟ It starts at 9:30 أو 9:30 يعني 9:30. We are going by metro. يعني سنذهب بالمترو. لاحظ حاجة كمان هنا إن it starts ديت عشان دي جدول مواعيد ثابتة، حاجات لو مواعيد ثابتة استخدمناها في زمن المضارع البسيط. Which train shall we get? يا سلام على السؤال ده، يتحفظ يتحفظ. أي القطارات يجب أن نأخذها؟ The first metro train leaves at 8:20. يعني بأول مترو هيغادر الساعة 8:30. And arrives at 8:30. يعني يصل الساعة 8:30. That's an hour before the exhibition starts. يعني ده قبل ما يبدأ المعرض بحوالي أو العرض بحوالي ساعة. Perhaps we can leave later. يعني ممكن نصبر، يعني من المحتمل أن نغادر فيما بعد. What time does the exhibition finish? يعني ما أي وقت سينتهي العرض. It finishes at 2. يعني ينتهي الساعة 2. Okay, can we get a train in the afternoon to get back? يعني هل ممكن نحن نأخذ القطار بعد الظهر العودة؟ Yes, one leaves at 1:15 p.m. يعني أحدهم بيغادر الساعة 1:15 مساء. And arrives at 1:25. يعني بيصل الساعة 1:25. Great, let's take that. يعني عظيم، هيا نأخذ هذا. ده في lesson 3 في الورك بوك page 74. يعني صفحة 74. في كتاب الورك بوك الدرس الثالث. Good morning. Where does the train to Aswan leave from? يعني بقول صباح الخير، في أي وقت سيبدأ أو سيغادر القطار إلى المغادر إلى أسوان؟ It leaves from platform 4. يعني سيغادر من الرصيف رقم 4. Thanks. What time is the next train? يعني في أي وقت القطار الذي يليه؟ The next train leaves in 5 minutes. يعني القطار الذي يليه سيغادر في خلال 5 دقائق. Great. What time does it arrive in Aswan? يعني في أي وقت سيصل إلى أسوان؟ The train usually takes 6 hours. يعني عادة ما بيستأخذ 6 ساعات. لاحظ كلمة usually هنا من ظروف التكرار، وإن ظروف التكرار بتوضع قبل أي فاعل وبعد أما وإذا وآر، ولذلك قلنا usually takes. So the next train arrives in Aswan at about 4:30. وهيصل إلى أسوان حوالي الساعة 4:30. بعد كده هوت on listen 4 a student spoke page 8 يعني صفحة 8 في كتاب الطالب الدرس الرابع. I love traveling by train. بص بقى هنا love traveling يعني بحب السفر بالقطار، دي عادة عشان نجيب بعدين في ING. Because it's interesting to look out of the window. يعني انه شيق ان ننظر من الشباك. In one journey you can see ferries crossing the Nile. يعني في احد الرحلات تستطيع ان ترى المعديات وهي تعبر النيل. Green valleys, الأودية الخضراء, peaceful villages, القرى الهادئة, and busy cities, والمدن المزدحمة. Trains are often fast and comfortable too. القطارات عادة ما تكون سريعة ومريحة أيضا. Egypt has the oldest railway in Africa. ومصر بها الأقدم خط سكة حديد في أفريقيا. More than 800 million passengers. يعني أكثر من 800 مليون راكب أو مسافر. Travel by train in Egypt every year. يسافرون بالقطار في مصر كل سنة. On 5,000 kilometers of railway. في حوالي 5,000 كيلومتر في خط سكة حديد. I take the train when I visit my grandparents. يعني أنا عادة أنا بأخذ القطار عندما أزور أجدادي يعني. In Edfu. في إدفو. It's my favorite journey. إنها رحلتي المفضلة. ريهام. Lots of people in Alexandria use the tram. يعني كثير من الناس في الإسكندرية يستخدمون الترام. To travel around the city. لكي يسافرون حول المدينة. It's a great way to travel. إنها طريقة عظيمة للسفر. It's easy to use and isn't expensive. إنها سهل الاستخدام وليست غالية الثمن. Trams are electric. والترامات كهربية. So they are better for the environment than other types of transport. لذا فهم أفضل للبيئة من أنواع أخرى من وسائل النقل.
Some of the trams in Alexandria are unusual. They have two floors. وعلى غير العادة بعض الترامات في اسكندرية لهم طابقان. I like sitting at the top and watching the street below. أنا أحب الجلوس في الأعلى ومشاهدة الطرق أسفل يعني. On lesson 4 في الـ workbook page 75 صفحة 75 في الـ workbook. Some people think that Sydney in Australia has the best transport in the world. يعتقد بعض الناس أن مدينة سيدني في أستراليا لديها أفضل طرق نقل أو وسائل نقل في العالم. Why؟ لماذا؟ Because trains, buses and ferries travel to all parts of the city. لأن القطارات والحافلات والمعديات بتتنقل في كل أجزاء المدينة. Comfortable buses go to the nearest beaches such as Bondi. والحافلات المريحة تذهب لأقرب للشواطئ القريبة أو الأقرب مثل شاطئ بوندي. If you want to get somewhere quickly, وإذا كنت تريد الذهاب لمكان ما بسرعة, fast trains leave from Central Station to many places including the airport. فالقطارات السريعة تغادر من المحطة الرئيسية لأماكن كثيرة من ضمنها المطار. It is quiet on the water, so ferries are peaceful and they are also easy to use. ويكون الجو هادئا على سطح الماء ولذلك المعديات تكون هادئة أو أكثر أمنا وتكون أيضا سهلة الاستخدام. It is interesting to see the famous buildings from the water too. ومن الشيق أن ترى المباني المشهورة من على سطح الماء أيضا. عندنا on lesson 3 student book page 7 يعني الدرس الثالث في كتاب الطالب صفحة 7. الحوار بين نادية والمذر مامتها. تمام. Which train do we need for طنطا؟ يا سلام على السؤال ده والله جميل جدا. Which train يعني أي القطارات نحن نحتاجه إلى طنطا؟ We need the train to Alexandria. يعني نحن نحتاج القطار إلى الإسكندرية. Look, it stops at طنطا. إنه يتوقف في طنطا. Oh yes. So the next train is at 11:30. يعني القطار التالي الساعة 11:30. That's right. إنه صواب على صح. And when does it arrive? يعني متى يصل؟ It arrives at 13. الناس اللي بتعرفش تحل المحادثة تشوف الأمثلة ده إنه يصل الساعة دي واحدة. واحدة أي. Which platform does it leave from? يعني من أي الرصيف أي رصيف سيغادر منه؟ It is the Alexandria train. So ده قطار اسكندرية ولذلك It leaves from platform 7. يعني يغادر من الرصيف رقم 7. On lesson 3, workbook page 74. يبقى الورك بوك صف الدرس الثالث صفحة 74. Good morning. This is the 11:30 train to Luxor. يعني هذا القطار الساعة 11:30 إلى لوكسور. It leaves in 5 minutes. إنه سيغادر يعني في خلال أو في غضون 5 دقائق. The train stops at Giza, Asyut, and Qena. يعني القطار سيتوقف في أسيوط والجيزة وقنا. It doesn't stop at Albaliana. Today. يعني مش هوقف في حتة اسمها البليانة اليوم. Because there are engineering works. لأن يوجد أعمال هندسية. بص هنا كلمة works بقى ليجا معناها يا مس. لأن كلمة works هنا معناها أعمال فنية وأعمال أدبية. يعني كلمة work أصلاً اللي عمل أو مكان العمل دي أصلاً المفروض إنها مفرد لا يعد. لكن إمتى نعدها وإمتى نجمعها إذا كانت معناها أعمال فنية أو أعمال أدبية أو معناها مصانع. The train arrives in Luxor at 23:15. يعني القطار سيصل الساعة 11:15 في لوكسور.